فيه الأسد البراميل المتفجرة على شوبه. يقوم الأطباء الإسرائيليين بمعالجة الجرحى السوريين في منطقة وفي نواحي هضبة الجولان. وعندما تقطع رؤوس المسلمين والمسيحيين المجتمع المسيحي في الولايات في إسرائيل هو يزدهر ويتنامى، وهو المكان الوحيد الذي يحظى فيه بهذه المعاملة في الشرق الأوسط بأسره. وفي الوقت الذي تقمع فيه النساء ويتم التعامل معها كإماء، كبار القضاء النساء وصلنا إلى أعلى المناصب في المحكمة العليا وكذلك في القوات المسلحة وسلاح الجو وفي أماكن أخرى وفي هذه المنطقة من الشرق الأوسط التي تسودها الوحشية والبربرية. تبقى إسرائيل جذوة أمل لمن يتطلعون نحو الأمل. السيدات والسادة، إسرائيل والولايات المتحدة ستبقى معا وتقف معا، لأن إسرائيل والولايات المتحدة أكثر من أصدقاء، نحن كأسرة وكعائلة. نعم الاختلافات قد تنشأ بين أفراد العائلة وهذه دائما قد تكون غير مريحة، لكن علينا دائما أن نتذكر بأننا أسرة واحدة وعائلة واحدة ومتجذر في إرثنا. هنالك قيما مشتركة ونحن نشترك في مصير واحد، وهذه الرسالة التي أردت أن